يزن، مشاركة فلسطين في الحدث الرياضي هذا العام، أولمبياد باريس 2024، أعتقد هي المشاركة الأصعب. نعلم أن الفلسطينيين صراحة دائما مشاركتهم صعيبة في الأحداث الرياضية الكبيرة، وانت قلت لي هالنقطة هذه تحديدا، ولكن اليوم نحكيه على نقطة أصعب. اليوم فلسطين تعاني اللي تعانيه منذ فترة طويلة، ومشاركة في أولمبياد باريس أعتقد أنه يعني حتى إحساسها مختلف. أنت بالنسبة ليك دورك كرياضي فلسطيني ورسالتك اللي تحب توصلها اليوم للعالم الكل، خاصة وأنه أنت موجود في باريس. احنا في عنا رياضيين انقتلوا، احنا لسه في فلسطين ما عندناش يعني الناس ما بيعاملونا كبشر، فعشان نلعب رياضة اشي يعني تاريخي لفلسطين. هلا احنا صحيح. يعني كل فلسطيني عنده قصة. انا ابوي هو كان لاجئ ويعني بهدل وطلع من الوضع اللي هو في فلسطين عشان انا اقدر اسبح. بس انت بتحكي عن في عندنا سباحين اثنين هان وفيش عندنا مسبح في فلسطين، يعني كيف بدك يكون عندك سباحين اولمبياد يتاهلوا للاولمبياد وما فيش مسبح في فلسطين؟ فكيف احنا هنبني للمستقبل لاعبين؟ يعني احنا هلا 8، كيف بدنا نصير 80 كمان 4 سنين؟ ما فيش عندنا ولا شيء، ما فيش دعم، ما فيش يعني اللي الفلسطيني اللي بده يوصل حاليا بده يوصل لحاله وبده يعتمد على حاله، يعني ما في حد يساعدنا. فالحمد لله ربنا معانا وقاعدين هان بس نوصل رسالة لأي واحد، أي فلسطيني تاني بده يوصلها، إنه يعني إحنا بشر يعني بدنا نلعب رياضة، بدنا ننبسط، بدنا نعيش، وبدنا يعني إحنا في هلأ في أنا في القرية الأولمبية إحنا عايشين مع كل الناس هان، ويعني بعملونا كبشر هان، فليش لما نرجع على بلادنا احنا مش بشر؟ وممنوع حتى في بلادنا نرفع العلم، بس هان بقدر ارفع العلم، يعني صعبة كثير الشغلة.